ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز الشاوش. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وأهلا ومرحبا. في ظل التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن، رأت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية بأن هذا التوتر أثر سلبا على اهتمام الغرب بالتظاهرات في العراق، ما مدى صحة ذلك؟ يعني بكل تأكيد عندما يخرج المتظاهرين وأبناء الشعب العراقي بعد 17 عام ووصولهم إلى اليأس بأن هذه الطبقة السياسية العراق بالإضافة إلى هيمنة إيران على جميع مفاصل الدولة العراقية، التدخلات الخارجية هي تؤثر على المتظاهرين بالتغيير، وبالتالي إذا كان المجتمع الدولي جاد عليه دعم المتظاهرين والوقوف مع المتظاهرين وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية أن تقف مع المتظاهرين بهذه الاحتجاجات السلمية التي أدت إلى الآلاف من القتلى والجرحى على أيدي هذه الزمر التي لن تخشى من الله سبحانه وتعالى. بعد ساعات قليلة فقط من رفض المتظاهرين في الناصرية لتشييع الرمزي لسليماني والمهندس، أقدمت ميليشيا حزب الله على إحراق خيم المتظاهرين السلميين. كيف يفسر القمع المستمر للسلمية؟ يعني عندما يشاهد العراق والعالم جميعا والشعب العراقي جلسة البرلمان، وعندما وضعت صورة قاسم سليماني قاتل أبناء شعبنا والذي قتل الآلاف وأصاب هذه الاحتجاجات على أيدي ميليشياته، هذا يعني بأنه هذه الصورة وفي الخط الأمامي للبرلمان تعني رسالة استهانة واستهانة وإهانة إلى أبناء الشعب العراقي وإلى هؤلاء المنتفضين الذين هم ينتمون جميعهم باعتبار العراق جميعه مدن وريافة ينتمي إلى عشائر وإلى قبلية وإلى قبائل، وبالتالي تعد هذه إهانة لأبناء جميع أبناء العشائر في جميع العراق جنوبه ووسطه وغربه، وبالتالي يجب على المتظاهرين أو المحتجين الاستمرار بهذه، ويجب احتضان الشعب العراقي وجميع العشائر المشاركة ودعم هذه الاحتجاجات لكي تسقط جميع الأذرع الخارجية والداخلية التي تتبع إيران وتتبع إلى جهات خارجية أخرى. كيف يفسر اتهام الميليشيات للمتظاهرين بالتبعية للمشروع الأمريكي وهم الذين رفعوا شعارات مناهضة سواء للوجود يعني الأمريكي والإيراني أيضا؟ هذه الأساليب تعودوا عليها هؤلاء السياسيين منذ البداية، كلما يطالب الشعب العراقي بتحسين الماء أو الكهرباء أو الوضع الأمني أو الحفاظ على سيادة وهيبة الدولة وعلى محاربة الفساد والسراق يتهمون تارة بالبعثيين وتارة ولا أمر أمريكا وتارة كذا. هذه المظاهرات والاحتجاجات نظيفة 100% ولم تجير لأي جهة، لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران ولا غيرها، لأنها تعبر عن رغبة الشعب العراقي بإزاحة جميع الظلمة والفاسدين والسراق والقتلة من حكم العراق واستبدالهم بعناصر وطنية ولاها للعراق وليس ولاها لإيران، وفق ما حصل في جلسة النواب ووفق ما حصل خلال 16 عام من ولاء واضح والهوية العراقية وإلى الهوية العربية. بالحديث عن هذا الولاء ومع تصاعد الرفض الشعبي للوجود الإيراني في العراق، برأيكم هل وصل العراقيون اليوم إلى نقطة اللاعودة في التعاطي مع الأدوات الإيرانية والطبقة الحاكمة الحالية؟ بكل تأكيد أنا رأيي الشخصي ورأي مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية وكل الأحرار بالعراق، هذه الاحتجاجات لا عودة فيها إلى الوراء، بل لتحقيق جميع ما يصبون إليه من تغيير هذه الوجوه الكالحة والأحزاب التي هيمنت على مقدرات الشعب العراقي، التي نزعت هيبة العراق، والتي شرعنت هيمنة إيران وميليشياتها على العراق، والتي ساهمت بسرقة أموال العراق وإعادة العراق ومحاولة إعادة العراق إلى العصر الحجري، وبالتالي لا عودة إلى الوراء، بل إنما تتقدم هذه الاحتجاجات وسيحتضن الشعب العراقي هذه الاحتجاجات
وأنا أمل من عشائرنا في جنوب العراق ووسطه وغربه أن يكونون ساندين وداعمين لهذه الاحتجاج حق طبعا المحتجين والثوار. نعم إنهم سلبيين سلميين، ولكن من حقهم الدفاع عن أنفسهم وقت الضرورة وعلى العشائر الكريمة في جنوب العراق ووسطه أن يدافعوا عن هذه الاحتجاجات وعن أبنائهم من القتل المستمر والقتل العشوائي والقتل المتعمد العفو في جميع الوسائل. من حق الدفاع لأننا بلد تحكمنا ثلاثة أنظمة وهي العرف والشرع والقانون، وبالتالي هذه المنظومات كلها تقر الدفاع عن النفس وقت الضرورة. شكرا جزيلا لكم. يبقى خيار السلمية هو الأفضل. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فائز شاووش كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم.